يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. ايش اللي قاعد يصير يا جماعه؟ انا قد ما سمعت طول حياتي، او على الاقل من يوم بدات اعرف عالم الجيمينج وعالم البلاي ستيشن والالعاب بشكل عام، قد ما سمعت مدح لقصه لعبه ذا لاست اوف اس، وقد ما نصحوني كثير اني العب هذه اللعبه، وكنت دائما اتجاهل، والحمد لله اني ما تابعت. سبحان الله طلعت خيره في النهايه، الا اني ما كنت متوقع انه قصه ذا لاست اوف اس بتكون بهذه الجوده والاتقان. يا ساتر، للحين ما شفت الا حلقه، الحلقة الأولى تقول الزين عندي، الحلقة الثانية تقول لا أنا أحسن. أقسم بالله يا جماعة، شغل مرتب يا جماعة بشكل ما كنت متوقعه أبدا. عموما عزيزي الوجيه، أنا مو جاي أطول عليك في المقدمة، اشترك لي في القناة لو ما كنت مشترك، وفعل جرس التنبيهات على طريقك، وتعال تابعني على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش وقناة الألعاب، كلهم موجودين في صندوق الوصف، وهب لنا لايك لو أعجبك الفيديو طبعا. غير كذا يلا بينا نخش على مراجعة ومناقشة الحلقة الثانية من المسلسل الرائع واللي وقعت في حبه من ثاني حلقة The Last of Us. طيب يا جماعة، أكرر، في حال إنه هذه أول زيارة لك لقناة الوجيه، أول حاجة منور يا حبيبي، وثاني حاجة لازم تعرفها عني، أنا ما لعبت لعبة The Last of Us أبداً، ومعرفتي بقصة اللعبة محدودة جداً. لو أبشرك بعض المعلومات اللي أعرفها عن اللعبة وعن قصة اللعبة طلعت غلط. المراجعة هذه مخصصة للناس اللي قاعدين يتعرفوا على عالم The Last of Us من خلال مسلسل The Last of Us وما سبق لهم ولعبوا اللعبة. حلو الكلام، حلو الكلام. أول حاجة خلوني أعقب على جزئية أغنية أو موسيقى المقدمة عفوا، واللي مثل ما توقعت سماعها أكثر من مرة راح يكون له تأثير مختلف وطريقة سماع مختلفة مع الوقت. وللأمانة بالرغم من إنها معزوفة بسيطة وغير معقدة، إلا إنه فعلا لحنها مميز ويعلق في الأذهان بشكل سريع. واحد من الشباب الله يعطي العافية وضح لي معلومة، قال لي وجيه الموسيقى المستخدمة في مسلسل The Last of Us هي نفس الموسيقى المستخدمة في اللعبة أصلا، يعني ما جابوا شيء جديد علشان يحافظوا على هوية اللعبة وقصة لعبة The Last of Us بشكل عام. وللأمانة أشوف إنها خطوة مرة ممتازة بالعكس، فالموسيقى للأمانة مرة رائعة وعجبتني. سو يا جماعة، بدأت الحلقة في إندونيسيا، وبالتحديد قبل كارثة الفطريات أو الوباء هذا، أو على الأقل في بداية انتشار الوباء وظهور هذه المشكلة الكبيرة. ولا أخفيكم صراحة، أول ما شغلت الحلقة شفت إندونيسيا قلت يا ولد إيش، قفلت الحلقة قلت يا ولد أنا قاعد أتابع ذا لاست أوف أس ولا فتحت مسلسل ثاني بالغلط. لا والله طلعت بالفعل الحلقة الثانية ذا لاست أوف أس، ولكن بدأت الحلقة بسياق مختلف وجانب آخر تعريفي وتفصيلي أكثر لقصة انتشار هذا الوباء. بعدين دقيقة يا جماعة، من جد في إندونيسيا يأكلون ويشربون ويدخنون في نفس الوقت؟ عموما يا جماعة، أنا ودي أثني صراحة على شيء واحد في مشهد البداية واللي تم تصويره في إندونيسيا، بالرغم من إنه المشهد جدا بسيط وما أخذ يمكن إلا 5 دقائق من مدة الحلقة الأصلية، إلا إنه تم تصويره بطاقم شرق آسيوي بالكامل أو إندونيسيين بالكامل. وبالرغم إنه الممثل والممثلة اللي قدموا أدوارهم في بداية الحلقة غير معروفين، إلا إنه هذه الجزئية تمت بطريقة احترافية وفي غاية الروعة. ممثلين من شرق آسيا وغير معروفين تقريبا بالنسبة لي، إلا أنه أدائهم لأدوارهم البسيطة كانت مرة خرافية، تمثيلهم رائع وحواراتهم جدا رهيبة ومتماسكة. حتى كان في مشهد مدته يمكن دقيقة كاملة كذا وان شوت على الدكتورة وهي تتكلم مع العسكري وتشرح له الوضع السيء اللي ممكن توصل له المدينة أو العالم بشكل عام لو انتشر هذا الوباء. المشهد كان رائع ومخيف، وكل المشاعر اللي ممكن يحتاج يوصلها لك إنسان بحيث تبث في قلبك الرعب والتوتر وأي مشاعر تجيب الخوف، وصلتني بشكل ما كنت متوقعه أبدا. حقيقة يا جماعة، جودة في اختيار الممثلين الثانويين يشكرون عليها صراحة. طيب يا جماعة، اللي فهمته تقريبا من الحلقة الأولى إنه الفطريات هذه ما تنتشر بسهولة، أو على الأقل علشان تنتشر في جسد الإنسان الطبيعي تحتاج ظروف معينة وصعبة جدا علشان تقدر تعيش داخل الإنسان، واللي راح تموت مباشرة بطبيعة الحال. ولكن يبدو واتضح لنا أكثر في الحلقة الأولى، تم توضيحها، ولكن تم توضيحها أكثر هنا، إنه الفطريات هذه صار لها طفرة معينة وصارت تقدر تعيش وتتكاثر وتنتشر داخل جسم الإنسان الطبيعي وتسيطر عليه كمان. المرعب يا جماعة في هذا المشهد اللي في بداية الحلقة انه الدكتورة صدمت عيشة ام العسكري، قالت له هي علاج ما في، لقاح ما في، الحل الوحيد اننا نفجر ام المدينة هذه باللي فيها، نمسح المدينة هذه من على الخارطة تماما. يا خالة اصبري شوية، يمكن في حل. وهذا يوريك انه المشكلة، مشكلة الفيروس هذا او الفطريات او ايا كانت النيلة المنيلة هذه، ما هي مشكلة سهلة ابدا وغير متوقعة الحدوث اصلا. يعني اوكي لما نتوقع انه في مرض ممكن يصير، عادة يكون في ادوية او في مضادات له، لكن فكرة وجود مرض زي كذا ما كانت واردة، شبه مستحيلة. واللي فهمناه
برضو من كلام الدكتورة إنه الوباء هذا مدام بدأ في الانتشار ما راح يوقفوا شيء غير القنبلة زي ما قالت، فجر أم المدينة كلها. واكتشفنا بعدين إنه الحل الوحيد اللي ممكن يعالج هذه القضية إنه تحصل طفرة جينية معينة لدى البشر تعطيهم أو تكسبهم مناعة ضد هذا الفيروس المرعب والمخيف. وهذا تقريبا اللي حصل مع إيلي، واللي كان متوقع أصلا بنسبة كبيرة بالنسبة لي من الحلقة الأولى. البنت عندها إصابة في يدها وما تحولت، سووا الاختبار وعدي من 1 إلى 10 ومن ذا الكلام، فكان واضح لي من الحلقة الأولى إنه إيلي عندها مناعة من هذا المرض ولازم يوصلونها لناس معينين، يودوها لمركز أبحاث طبية ومركز طبي ومختبر أو أيًا كان علشان يطورون علاج عن طريق الجهاز المناعي الإيلي. أقول لكم حاجة يا جماعة، المشكلة مش هنا، المشكلة إني كنت متوقع إنه جول ينصدم يقول أوه البنت عندها مناعة ما تمرض نقدر نجيب علاج يلا ننقذ العالم، بس حقيقي صدمني الكاتب وعجبتني كتابته صراحة لهذا الحدث. جول من شدة اليأس قال إيش يعني أنت مميزة؟ أوه بنلاقي علاج؟ سيب الكلام الفاضي هذا، بلا علاج بلا بطيخ، يلا خلينا نوديك ونروح نستلم البطارية تبعنا بس. وهذا يورينا إلى أي مرحلة من اليأس وصلوا لها الناس، مو بس جول، إيش اللي علاج وإيش اللي بطيخ. مستحيل إننا نلاقي حل لهذا الوباء اللي بدأ من 20 سنة. يا عمي من كثرة اليأس اللي هم فيه ما كانوا مصدقين إنه إيلي معضوضة وما تحولت للحين. البنت قامت من النوم لقيتهم مأشرين عليها الأسلحة منتظرينها تتحول في أي لحظة، واكتشف إنه البنت لا والله ما زالت صامدة وحتى الجرح اللي في يدها بدأ ينقفل. وأرجع وأكرر يا جماعة النقطة اللي تم توضيح فيها مرحلة اليأس اللي ممكن يوصل لها أي إنسان في هذا المشهد كانت جدا رهيبة وأعجبتني كتابتها للآخر. وبشكل عام يا جماعة مثل ما قلت أنا في الحلقة الأولى، أنا جدا جدا معجب بأداء الاثنين سواء بيدرو باسكال أو بيلا رمزي، ومتفهم جدا يا جماعة إنه لاعبين اللعبة ممكن يواجهون صعوبة في تقبل وجوه جديدة أو على الأقل بعيدة من ناحية الشبه عن الشخصيات اللي حبوها وتعودوا عليها في اللعبة الأصلية. فأنا ما أقدر ألوم أي أحد تعود على شخصية معينة وبعدين يبدي ملاحظاته لمؤدين جدد لنفس الشخصيات، الأمر طبيعي يحتاج وقت غالبا ونتعود عليه، أو بتظل زي كذا تقعد تطلع ملاحظات إلين يخلص المسلسل وتبعص على نفسك جو المشاهدة. ولكن وللأمانة يا جماعة بيلا رمزي وبيدرو باسكال مقدمين أدوار جدا خرافية، أدوار مميزة جدا، وأكيد التمثيل والأداء التمثيلي اللي قدموه ما هو بس هو اللي خلاهم يطلعوا بهذا الشكل الجميل، إنما جودة القصة وجودة الحوارات تبعهم وثباتها وتماسكها خلتهم يخرجون أفضل ما فيهم ويقدمون أدوارهم بشكل متكامل مثل ما شفنا. أنا للآن ماني عارف وش ممكن يتم تسمية هذه المخلوقات اللي هم أشبه بالزومبي إن صح القول، ولكن يا جماعة في مشهد تقريبا في أول 20 دقيقة من الحلقة جاب للمرض وصف المخلوقات هذه وطريقة تفاعلهم مع بعض كانت حاجة مرة مرعبة وتجيب المرض. لو أشكالهم هم متسدحين ويتقلبوا كذا جنب بعض، اخ ايش هذا يا ابويا. لو المرعب اكثر انه تم توضيح معلومه انهم يقدروا يتواصلوا مع بعض عن طريق الفطريات اللي تنتشر في الارض هذه. معليش عندي فوبيا من الاشياء هذه. الله يعيني على المسلسل ده، ما ادري كيف بكمله. عموما يا جماعة وبالحديث عن الزومبي او ايا كانت المخلوقات هذه، ودي اتكلم عن المكياج السينمائي او المؤثرات البصرية اللي تم استخدامها على هذه المخلوقات او لتصميم هذه المخلوقات. للامانة قمة في الاتقان وغاية في الروعة صراحة، سواء الاشخاص اللي في بداية اصابتهم او اللي كانوا داخل المتحف وجهوا من عارف كيف عندهم عيون مدري ما عندهم عيون، اشكالهم كانت صراحة مرة رهيبة متقنة من ناحية التصميم، بس اشكالهم جيب المرض. طبعا المكياج السينمائي والمؤثرات البصرية وايا كانت الامور الفنية اللي استخدموها لتصميم هذه الوحوش تم تنفيذها على اعلى معايير الجودة. وكمان يا جماعة بما اني راح اتكلم عن الجوانب الانتاجية، الشوارع، المباني، الطرقات، السيارات المتناثرة في كل مكان، الاراضي والابراج المضمحلة، التفاصيل الصغيرة والكوادر والتكوينات في الشارع او في الاماكن هذه اللي فاضية وما فيها بشر كانت حاجة مرة رهيبة، وفعلا أعطتني انطباع أنه المدينة هذه مهجورة وما يسكنها إلا الوحوش. صراحة شغل مرة رهيب قاعدين يقدمونه HBO. عموما يا جماعة حلقة اليوم عبارة عن رعب وتوتر وضغط نفسي، وحط لي 10 خطوط على رعب وتوتر وضغط نفسي. لما دخلوا المتحف تقريبا وين كان المبنى هذاك، دخلوا وجلس جول يقول لهم نفس، وبدأت الوحوش تتحرك وكذا تصير يقلع أم الرعب ويقلع أم الضغط والتوتر النفسي اللي مريت فيه. أقسم بالله أني جالس كاتم نفسي معاهم. تصوير المشهد، مؤثرات الصوتية،
أصوات المخلوقات. حرفيا أنا ما توترت بنفس كمية التوتر هذا من فترة طويلة. حلقة رائعة، حلقة رائعة رائعة جدا. خلوني أتكلم بشكل سريع عن العلاقة المتوترة بين جول وإيلي. علاقة متوترة إيش يا وجيه؟ لا، علاقة خشنة كذا، تحسهم كذا قاعدين يدقدقون بعض في الكلام طول الحلقة. وبالرغم من إني أميل أكثر إنهم يكونوا لطيفين مع بعض يعني بالذات في الظروف المعفنة هذه، بس في نفس الوقت إيلي شخصيتها مرة رهيبة وعبيطة وتحس إنها راح تسوي الشيء اللي في راسها. والحلو إنه جول قاعد يعاملها على هذا المبدأ ومعطيها على جوها، أنت مجنونة أنا كمان مجنون، يدفوا بعض ومدري إيش يسوي. لا رهيبين صراحة، العلاقة الغريبة والمتوترة والخشنة دي اللي بينهم عاجبتني. أتوقع إنه مستقبلا بيكون بينهم حوارات جميلة ومغامرة مرة رهيبة. تأثرت صراحة بحدث وداع شخصية تيس، مع إني كنت متوقع صراحة إنها بتفلح في أي لحظة، لأنه برضو أكرر لما شفت البوستر ما كانت موجودة معاهم، كان موجود جول وإيلي. أنا ما كنت متوقع إنها تموت، كنت متوقع إنها تتنحى من القصة كذا، يزحلقوها يودوها مشوار ومعاد ترجع ونشوفها بعدين، بس تموت لا والله ما كنت متوقع صراحة. أوكي تمنيت إنها تستمر معاهم صراحة، كانت مسوية جو مرة رهيب ومخففة شوية من التوتر والحدة اللي بين جول وإيلي، بس يبدو إنه الكاتب عنده كلام ثاني يا جماعة. كانت تضحية لابد منها، يلا على الأقل أقنع جول إنه يكمل المسيرة مع إيلي ويزبط المظبيط. عموما يا جماعة الخطة كانت إنه جول وتيس يتعاملوا مع إيلي على إنها باكج، وصلوها خذوا بطاريتكم كل واحد يروح في حال سبيله. ولكن لما وصلوا للمكان اللي المفروض يسلموا فيه إيلي اكتشفوا إنه الأشخاص اللي المفروض يستلموها ماتوا، واحد منهم انعض وانتهى المطاف فيهم ميتين كلهم. واللحظة المرعبة انه ذيك الاشياء اللي تخرج من داخل فم الوحوش او من الارض يدروا عن طريقها المخلوقات انهم يعرفوا مكان جول وإيلي وتيس. وهذا للامانة واحد من اكثر الاشياء المميزة اللي عجبتني في قصة مسلسل The Last of Us. اوكي مفهوم الزومبي موجود او الموت الاحياء موجود، ولكن بقواعد مميزة وخاصة بهذا العالم. فيه شيء اصلي تحسه موجود في هذه القصة، فيه فكرة مميزة ما هي زي اي فكره ثانيه. هذه نقطه للامانه تحسب للكاتب لانه جدا ابدع فيها. عموما يا جماعه يبدو انه الرحله الحقيقيه لمسلسل The Last of Us بدات مع نهايه الحلقه الثانيه، ويبدو اننا امام رعب وضغط نفسي من نوع مختلف قادم. الحلقه الثانيه من مسلسل The Last of Us يا جماعه حلقه جدا رائعه، بسرد مميز وحوارات متماسكه واداء جدا رهيب من الممثلين واستكمال جدا رائع للتعريف بالشخصيات والقصه وتفاصيلها. وكل اللي اقدر اقوله يا جماعة قبل ما نختم الفيديو، أنا مرة متحمس لقادم الحلقات من مسلسل The Last of Us. يعطيكم العافية يا جماعة المشاهدة، شاركوني أراكم في التعليقات عن الحلقة الثانية من مسلسل The Last of Us، ولايك للفيديو لو عجبكم، واشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وتعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش وقناة الألعاب والميمز والقناة الترفيهية بشكل عام، كلها موجودين في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.